في إطار مناهضة التطلع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، تقدمه وتنادي به باستمرار مجموعات مساندة فلسطين المدعمة من مختلف الفئات الديمقراطية والتقدمية والوطنية داخل المغرب وخارجه، وإننا لمستمرون في المطالبة بمناهضة التطلع. نطرح على المسؤولين خيار بين دعم الإرهاب الصهيوني فيما يرتكبه من جرائم في فلسطين، وبين دعم فلسطين ودعم الإنسان الفلسطيني العربي المسلم ودعم أطفال فلسطين ونساء فلسطين، فعليهم أن يختاروا. إذا كانوا مع الإرهاب يرفضوا العريضة ديالنا، إذا كانوا ضد الإرهاب خصهم يشدوا مكتب اتصال. بل أنا أقول أكثر، أذهب أكثر مما قالوا الإخوان، يجب أن يحاكم الصهاينة الموجودين في مكتب اتصال، كل الصهاينة يجب أن يحاكموا. والآن هناك حركة عالمية من أجل محاكمة الصهاينة في كل مكان، ومن أجل العمل على طرد الكيان الصهيوني من كل المنتديات الدولية بما في هيئة المتحدة. فلماذا نطبع؟ يمكن أنه كان هناك من يعتقد أنه سيلعب دورا في تسوية القضية الفلسطينية وإيجاد حلول لها، وكان يعتقد ذلك عن خطأ. تبين الآن أنه كان يعتقد عن خطأ. إذا كان فعلا أمر هكذا فقد كان على خطأ، ويجب الرجوع عن الخطأ فضيلة. هذه الندوة الصحفية التي تنظمها اليوم مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالتنسيق مع لجنة العريضة هو تتويج لعمل طويل حاولت يعني هذه اللجنة، لجنة العريضة مع مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أن توقع على هذه العريضة من أجل إلغاء كل اتفاقيات مع العدو الصهيوني ووقف كل العلاقات وإغلاق مكتب الاتصال. تعلمون بأن هذه العريضة وقعت يعني في المسيرات، وقعت يعني في الوقفات، وقعت في عدد من المدن المغربية، وعلى الدولة المغربية أن تستجيب لهذا المطلب، لأن هذه العريضة تم تنظيمها انطلاقا يعني من القانون، قانون 1444 والدستور، دستور 2011، يتيح هذه الفرصة لكل يعني المغاربة ولكل قوى المجتمع المدني بأن تقدم يعني عرائض من أجل التأثير يعني في السياسات العمومية. وأعتقد بأن التطبيع هذا المشكلة الكبرى التي وقعتها الدولة المغربية مع الأعداء، اليوم المغرب الشعب المغربي يطالب الحكومة بقطع كل يعني العلاقات وإنهاء التطبيع، لأن التطبيع يعني سقط شعبيا ويجب أن يسقط كذلك رسميا ونهائيا. يقف من بيده الأمر ضدك.